اسكندريه وفيروز، واضح ان انت عاشق صبابه، يعني مش محافظ للاسكندريه، لا انت عاشق للاسكندريه. اكيد طبعا، يعني محافظ اسكندريه لازم يبقى عاشق للاسكندريه. وكانسان بقى اشتغلت في اسكندريه بدءا من وكيل قطاع الامن الوطني في اسكندريه، ثم مدير قطاع الامن الوطني، ثم مدير امن اسكندريه، ثم محافظ اسكندريه على مدار 9 سنين ماضيه، فلازم بقى عاشق لاسكندريه وتراب اسكندريه. سر اسكندريه فين؟ لا ده دي مش سر واحد، دي اسرار كتير. خلينا اقول، لما نقول اسكندريه ما قبل التاريخ 3000 عام قبل الميلاد، اسكندريه العاصمه الاقتصاديه لمصر، من خلالها مواني 65% من صادرات واردات مصر من خلال مواني اسكندرية. اسكندرية أقدم سكندريات العالم، احنا عندنا حوالي 54 سكندرية على مستوى العالم، احنا أقدم سكندرية. اسكندرية فيها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال. اسكندرية اللي مليئة بالعصور ومرت بالعصور كلها، فأصبحت لها ثقافات وتراث منذ ما قبل التاريخ. اسكندرية كوزموبوليتان، بمعنى انها تتعدد فيها الثقافات والحضارات واللغات والديانات واللهجات، كل ده اسكندرية. اسكندرية اتريفت، ما بقتش كوزموبوليتان بتاع زمان. اسكندرية توسعت افقيا لغاية ما اصبح لا يوجد اي امتداد افقي. ايه، ما لهاش ظهير؟ ليس لها ظهير الا عندما امر فخامه الرئيس بان يكون لاسكندريه ظهير زراعي. تقصد محور المحموديه؟ انشا محور المحموديه ومحور ابو ذكري اللي تم افتتاحه في شهر 12 الماضي، فاصبحت ذات ظهير، لكن امتلأت بسكان، تعدادها 5.4 مليون. ده اهلها ابنائها اللي مقيمين فيها. اسكندرانية. ضيف لهم 2 مليون من المحافظات الاخرى مقيمين وعايشين هنا منذ عشرات السنين، رغم ان البطاقة الخاصة بيهم بطاقة عائلية او شخصية لسه في سوهاج او في اسيوط او في المنيا. مظبوط. ثم من 2.5 لـ3 مليون خلال 4 شهور الصيف، دول متواجدين في اسكندرية، دول زائرين يوميا. اذا انت المساحة الصغيرة دي اللي هي 2560 كيلو تقريبا، يبقى فيها 9 مليون نسمة، امر صعب وضغط على البنية التحتية الخاصة بمحافظة اسكندرية. وده اللي يمكن خلى الدولة خلال السنوات الاخيرة بتلجأ بقى لمشاريع البنية التحتية اللي بتتم دلوقتي، وممكن يعني نشرحها بالتفصيل.